تواصلت الانتفاضة في جميع أنحاء إيران في يومها 221 يوم الاثنين، حيث ينضم المزيد من عمال المواقع الصناعية الحساسة في البلاد إلى حملة متصاعدة من الإضرابات المنتشرة في جميع أنحاء إيران. ووفقا للتقارير التي سجلتها المعارضة الإيرانية مجاهد الخلق، فإن المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد يزيدون من إجراءاتهم المناهضة للنظام ويهاجمون مصالح الملل تضامنا مع العمال الإيرانيين الدؤوبين الذين يواصلون إضرابهم بشجاعة وإصرار. وشهد يوم الاثنين احتجاجات وإضرابات في عدة مواقع، منها مصنع للصلب في شادغان جنوب غرب إيران، مصنع نحاس في رفسنجان وسط إيران، موقع للغاز والبترول المسال في عسلوية جنوب إيران، موقع محلي للبتروكيماويات في جاش ساران جنوب غرب إيران، موقع صناعي في كنجان شرق إيران، منجم دير آلو للنحاس في كرمان جنوب وسط إيران، مواقع صناعية مختلفة بالقرب من مدينة إصفهان وسط إيران، شركة ماتكوش للحديد في بندر عباس جنوب إيران، شركة صناعية محلية في جاسك جنوب شرق إيران، شركة رزين صنعت في شبهار جنوب شرق إيران، شركة غوسترش ستيل في شادغان جنوب غرب إيران، شركة سرششمي جهان بارس للنحاس في كرمان جنوب وسط إيران، شركة فرا بترول سازان في جاسك جنوب شرق إيران. وشن عناصر النظام في كرج الاثنين هجومين بالغاز الكيماوي على مدرستين للبنات في منطقة مهر شهر بالمدينة. أصيب العديد من الطلاب بالتسمم وكانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، واحتشدت العائلات والطلاب بعد الحادث احتجاجا على هذا العمل الوحشي. شكرا للمتابعة.